وسط الافتراضي اوعى الواسع جدا. دي نصيحتي يعني. حسين الشحات السنه اللي فاتت جاب جون راح للجمهور، رايكم على راسي. انا بديك بالمثل ده ليه؟ واحنا كمان هتقولي الفاصل رايك على راسنا لانه راي مهم جدا. الاستاذ حامد عز الدين مساء الله. الفل الله استاذ حامد. ايوه مساء الخير وتحياتي وتحيات المهندس عدلي. اهلا بيك يا ابو خليل وبالمهندس عدلي القيعي. ابو خليل ولا ابا خليل؟ يا ابا خليل. طيب لسه عارضين المقاله بتاعت اكل العيش النهارده. نعم. الكتوبه الرائعه ليك في الاهلي، انا وهو ولقمه العيش باي ثمن. انا قريت وحكيت الموقف كما كتبته انت، لكن احكي لي القصه ودلالاتها ايه لينا ولكل المشاهدين. القصه حكيناها دلالاتها بقى. لا هي هذه قصه من مجموعه قصص. انا تذكرتها عندما حدثني الشخص اياه. ايوه. اللي يرى انه حقق انجازا ونجاحا للحصول على راتب شهري محترم مقابل ان هو كمن يؤجر محلا افتراضيا ينشر فيه او يعرض فيه بضاعة مسمومة بمقابل. فهو لا يرى انه ما يفعله سوى انه يعني استغلال لمساحة هو يقدر يحط فيها اي شيء يراد له ان يضعه. حتى لو كان المقابل هذا الثمن المسموم المشموم. والقضية الحقيقة هي تقليد أعمى لما تتعرض له مصر والحكومة المصرية من تشكيك وتشويه في كل إنجاز. لسه كنت بقول لإبراهيم قبل الهوا يا أستاذ حامد، والله المثل ده كنت لسه بقول له دي عاملة زي أكذوبة الادعاء بإهدار حقوق الإنسان في مصر، وهم يهدرون حقوق مش الإنسان، نصف الكرة الأرضية. لا هؤلاء اللي هم بيشغلوهم، ما هي دي القضية. هو الرجل لا يعرف، بيقول لي ده ما يعني هو بالنسبة له تم الاتفاق معاه، مش انت عايز تكتب وكده فاكتب، وتدخل على العديد والعديد والعديد من الصفحات هتلاقي واحد حاطط علم الاهلي يعني شعار الاهلي مكان صورته، وجوه الصفحه بتاعته لا يوجد ابدا اي صوره ليه هو شخصيا، وحاطط اسم. طب ده انا اعرفه، طب زيه قد ايه؟ الحقيقه زيه عشرات المئات. ليه؟ لأنه كم هو سهل أن تؤثر في العقل الجمعي الساخن. صحيح. لأنه العقل الساخن لا يمرر المعلومة ولكن ينفعل بها. صحيح. فيظهر الأمر كما لو أنه رأي عام متجه إلى اتجاه معين. أخطر ما فيه هو التشكيك الدائم والبعد تماماً عن اي شيء ايجابي انه هو حتى يعلق عليه بعد كده. لا ده هو بيعلق على الحاجه الايجابيه. يعني تلاقي البعض كده داخل يقول لك ايه، احنا مش عايزين المليارات من الكابتن الخطيب ولا الانشاءات. احنا عايزينه يفك الكيس ويروح يشتري لعيبه. طب ما هو ان اللي انت بتقوله البعيد ايها الغبي لا يمكن ان يتحقق ما لم يكن الاهلي ينمو واقتصاده ينمو فيصبح قادرا على ان يستجلب لاعبين كبار. صحيح. الخطر الاخر هو انني لاحظت ان هذا الذي يحدث على الفضاء الافتراضي
لمجموعه من مش هو دي رايهم، ده بيملى عليهم، ده بيروح له يقول له اكتب كذا اكتب كذا اكتب كذا، بيديها له او يكتبها يحط عليها اسمه الرجل، وهذه حقيقه. هو ما بيعرفش يكتب اصلا، فما يجي يحط المعلومه زي كده ففي ناس هتخش بقى من الاهلاويه الحقيقيين ما عندهمش مشكله ولا بيبيعوا ولا اي حاجه، فهو بيبقى فاهم ان دي راي حد اهلاوي، فيرد فينفعل فيؤثر، فحد تاني يخش فيرد وفينفعل. لكن الضحيه الاخطر هي ان هذه الظاهره تصل الى لاعبي الاهلي وخصوصا في فريق كره، لانه هذا الرجل ذاته وامثاله كثيرين، الاهلي حقق انجازات كبيره جدا خلال الفتره اللي فاتت في رياضات وفي العاب. الاهلي في على مستوى فرق الناشئين واجه المنافس التقليدي في 6 لقاءات فاز بها جميعا، مش هيقف هو عند ده. النادي الاهلي بيجهز للافتتاح صرحه الكبير في التجمع، مش هيقف، ده هيخش ويقول ايه، مش عايزين احنا عايزين تجيب اللعيبه، احنا مش هنقبل، اصل ده لو حصل الدنيا يعني الراجل بيهدد بيهدي المعبد. لاعبي اللعيبه بتوع النادي الاهلي وهم في الملعب انا شعرت ان هم متسربعين، ان هم متلهوجين رغم ان الهدف بيجي في ثانيه واحده. فهذه السربعه وهذه اللهوجه بينتج عنها ببساطه عدم تركيز. هو بيبقى يعني في دماغه كل اللي بيتقال وعايز يعني يرد عليه بس بسرعه. فده ما ينفعش. لازم يعني لازم نوضح لجماهير الاهلي انه اسم الاهلي الكبير ما بيجيش كده فجاه، ده جاي على عبر تاريخ طويل من الانتصارات وتاريخ طويل من الانجازات اللي اتحققت واللي احنا الان في ذروتها. النادي الاهلي في ذروتها بقيمته الماديه. انا قلت للبعض طب احنا هنفترض جدلا، والجدل غير الواقع بالحقيقه، انه احنا عايزين نجيب 15 لعيب اللي هم لعيبه النادي الاهلي، هنمشيهم وهنرجع تاني عايزين نشتريهم. قيمتهم السوقيه اليوم تتخطى ال 30 مليون يورو. ولو هذا حدث سيتخاطفهم الاخرون اللي هم دلوقتي بيهاجموهم وبيقولوا عليهم. الناس تحكي ولا تتحدث ابدا حتى عن اي ظروف معاكسه. يعني ما شاء الله طاهر محمد طاهر كان بادئ الموسم بشكل جيد جدا. الحمد لله ايضا كان حسين الشحات بدا يسترد كثير من تركيزه، مش من مهارته، مش من كفاءته. كان معانا اكرم توفيق بدا بيرسي تاو، فواحد يقول لك لا مشوه بيرسي تاو نفسه هو بيصاب، وكأن الاصابه هي امر يعني مقصود من اللاعب ده، لانه هو يعني راجل صاحب مهارات وكذا، والاصابه دي اي لاعب معرض للاصابه. في نجوم كبار جدا غابوا عن كأس العالم لإصابات في آخر لحظة، منهم ساديو ماني، منهم كريم بنزيما عن المنتخب الفرنسي وهكذا. أنا بقول لهم يا جماعة إن البرازيل خرجت من كأس العالم ولم تصل إلى الأدوار النهائية. الجماعة فرنسا آخر مباراة ليها في المجموعات خسرت امام المنتخب التونسي من هجمه وحيده في اخر المباراه، وهي اللي وصلت الى النهائي وخدت الفضيه في كاس العالم. الارجنتين الرهيبه بكل ما فيها وما حولها خسرت من المنتخب السعودي من هجمتين في 10 دقائق، لانه هي دي كره القدم. اذا كانت هي دي الكره وهي دي طبيعتها وقوانينها، لكن انا بتكلم على احنا ما عندناش حل مع هذا الوسط الاعلامي الافتراضي.
تمتين الجدار الحمايه يجي ازاي؟ ازاي نقدر نقي الاهلي ولاعيبه الاهلي وجمهور الاهلي من هذه الالاعيب او الاسفين او هذه الفخاخ كمان؟ انا منذ 3 ايام قرات في برضه صحيفه الكترونيه عنوان بيقول لك مصيبه في الاهلي. قلت يا رب خير، اللهم اجعله خير. اي مصيبه؟ قعدت قريت الخبر ومين اللي بيقول، يعني مين المنسوب اليه العنوان. نجم كبير في الاهلي يتحدث عن مصيبه في الاهلي، فلقيت انه ده تصريح لجمله مش عارف قالها كابتن محمد فضل في احد البرامج، اما وصف اصابه اكرم توفيق وغيابه بانها مصيبه، خصوصا بعد ما كان الراجل استرد عافيته ووصل لاعلى مستوياته. فانا لما اخد كلمه مصيبه في الاهلي، لو وجدت ان في ناس، انا كتبت كده، انا اعدت نشر هذه التغريده كما هي، وقلت ان دي صحافه الست اللي كانت دراع جوزها. يعني دي اللي هي الحاجات اللي كانت تلاقي ورقتين كده مطبوعين وبتوزعوا في الارياف، واخد بالك؟ والراجل اللي بيبيع البياع بيقول الست اللي كانت دراع جوزها، هي ست لا كانت دراع جوزها ولا حاجه. بس ايه ده العنوان، فحط اي حاجه وقول اي حاجه. فاصبح الاعلام الافتراضي ده يعني انا ارى اقرب الى الشيطان الذي يحتاج الى من يلجمه او يقرا عليه عديه ياسين. ولن يلجمه احد، ازاي نقدر نوعي لاعبتنا من مخاطره؟ انا حكايه العقول الساخنه دي احنا لازم نحذرها، يعني انه ناس تكتب كلام والكلام مش مظبوط وفي الكثير من المبالغه الممجوجه وكذا وكذا وكذا، ويبقى ردود عليه اللي هي من العقول الساخنه ردود قويه جدا. بينما لما يجي راجل اهلاوي كبير زي الفنان بتاعنا الجميل ويقول لك انا من وجهه نظري الاهلي عمل مباراه جيده جدا، استاذ نبيل الحلفاوي. استاذ نبيل الحلفاوي. فتلاقي ايه البعض من الذين يدعون انهم اهلاويه بيهاجموا الاستاذ نبيل الحلفاوي. طب يعني انت بتفهم ايه؟ يعني المفروض يا ايها الاهلاوي النظيف الشريف الذي لا يتقاضى شيئا مقابل حبه للاهلي، الذي يحبه بالمره قبل الحلوه، لازم تكون موجود ولازم تقول للناس دي خلوا بالكم احنا كاشفينكم. انا عايز احنا كاشفينكم ونركزهم على المصايب اللي بتتعمل والاشياء اللي بتنقل من بعض برامج البلياتشوهات الرياضيه، ونقول لهم ان الكلام ده مش لمصلحتنا، ده مش كلام لمصلحه الاهلي. عيب عيب انه احنا ننخدع، عيب ان احنا نبقى ضحايا لهذه الخديعه الكبرى. هو كمان في حاجه يا استاذ حمد، يعني هو ايه البطوله في ان انا طول النهار اشم وبتاع، واي واحد يجي يدافع عن النادي الاهلي او يحلل او يوضح يبقى بيطبل ومستفيد ويتهم ويعتاد عليه؟ ايه اسكاتك يعني هو نفس الشيء بقول لحضرتك، حاجه غريبه جدا يعني، وكان الاساس مصر ان انا اصدر الطاقه السلبيه وبس. هو يبدو ان هو الموضوع نجح في ان هو يثير شويه لغط وبتاع مش عارف ايه فيما يتعلق بالاعجازات لا الانجازات التي تحدث في مصر في مختلف المجالات، فازاي تخبي على الحاجات دي تطلع مش عارف واحد كلمه ولا تعليق حاجات كده يعني. فاحنا المفروض هنا بقى هو ده الدور الاهلاويه اللي بجد، الاهلاويه اللي بيحبوا الاهلي كما انت وصفت. الاهلي ليس لا يكسب لانه هو لا ليس عظيما لانه يكسب، هو يكسب لانه عظيم. والاهلي العظيم ده على فكره مش بس فريق الكوره الاول، الاهلي العظيم هو الكيان كله، الكيان اللي
الكل ينظر إليه في العالم بكثير من الاحترام والتقدير. هو الصورة الذهنية اللي وصلها النادي الأهلي إلى العالم. نعم، هذا اللي لازم يتم التركيز عليه. لكن إن أنت هتقعد بقى لكل واحد مش لاقي ياكل ويجي لك واحد يا استاذ حمد يقول لك ايه انت هتعيش لي على التاريخ. لا يا حبيبي، ده مش تاريخ، ده واقع وحاضر. يعني هو مين اللي قال يعني النادي الاهلي كل ما اجي الاقيه على منصات التدريب؟ ما ده انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، يعني مش أيوة بنتكلم على تاريخ. وبعدين ما هو مين اكتر ناس هتسعى ان تحافظ على هذه المكانه؟ ما هو مسؤول الاهلي، بس الناس تكون فير معاه. ما انا بقول هي دي، ده اللي انا بقى خايف منه، انه الحديث بيستهدف الاهلي. الاهلي الكيان اللي بيمثله مجلس ادارته المنتخب من جمعياته العموميه، واللي البعض وصل بيه الامر انه بيشترط عليه وبيشرح له كيف يتعامل مع القضايا في الخاصه بالنادي الاهلي، وكان الناس اللي موجوده دي كلها مش عمرها الطويل بتخدم النادي الاهلي دون انتظار لمقابل. استاذ حامد سعدنا بيك جدا، وسعدنا بهذه المقاله المهمه جدا الكاشفه والكاسفه الحقيقه لما وصلت إليه الأمور على هذا السطح الإعلامي. أنا اللي سعيد جدا بأن أنا كنت معاكم الليله دي، وأسيبكم لمهمتكم المهمة جدا، إنها مهمة مهمة جدا في توضيح الصورة لجماهير الأهلي الملايينية في كل مكان. شكرا جزيلا للكاتب الصحفي الموسوعي حامد عز الدين، وكل سنة وأنت طيب. وكل سنة وحضراتكم طيبين. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل نتواصل.